ولا يساعد على الاشتعال. ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. ده برضه اسمه جوزك يا وفاء. وبصراحه بقى يا بنتي الست مننا ملهاش الا بيتها. ثاني اكسيد الكربون ملهاش الا بيتها. ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. بتسخين اكسيد النحاسيك مع مسحوق النحاس يختزل الاول الى اكسيد نحاسون. بتسخين اكسيد النحاسيك مع مسحوق النحاس يختزل الاول الى اكسيد نحاسوز. بتسخين اكسيد النحاسيك مع مسحوق النحاس يختزل الاول الى اكسيد نحاسوز. بتسخين اكسيد النحاسيك مع مسحوق النحاس يختزل الاول الى اكسيد نحاسوز. بتسخين اكسيد النحاسيك مع مسحوق النحاس نحاسوز نحاسوز. بتسخين اكسيد النحاس الى اكسيد يختزل الاول الى اكسيد نحاسوز. ده اسمه جوزك برضه يا وفاء يا بنت. اكسيد النحاسيك مع مسحوق النحاس يختزل الاول الى اكسيد نحاسوز. بتسخين. بقول ايه؟ بدل يعني ما انتوا رايحين بالشنطه جايين بالشنطه كل يوم ما تسيبوها هنا احسن. خليك انت في النحاسوز بتاعك. النحاسيك.